هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في منتصف التداولات، معكم توفيق شتا، وفيه نتابع أبرز المؤشرات العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام من سوق اي جي اكس 30، مؤشر الرئيس في بورصة القاهرة، انخفاض ب 0.35% بواقع 53 نقطة. المؤشر طبعا لا زال في حدود 14220 نقطة. في الأردن نتحدث عن ارتفاع ب 0.07% بواقع نقطتين، بيروت انخفاض ب 0.2%. الدار البيضاء الآن مؤشرها الرئيس في حدود 12612 نقطة. في السعودية انخفاض ب 0.16% بواقع 44 نقطة، وتراجع بهبوط 18 قطاعا بصدارة إدارة التطوير تطوير العقارات بخسائر مكة وجبل عمر، وأيضا خسر الطاقة بانخفاض البحري وتراجع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمواد الأساسية، وذلك بهبوط اللوجين وزجاج. ولكن في المقابل صعد قطاعان تصدرهما الاستثمار والتمويل بمكاسب عسير والمملكة. في الكويت ارتفاع بأكثر من 1%، وذلك بصعود في 10 قطاعات بصدارة السلع الاستهلاكية بارتفاع سهم أمريكانا وقطاع الصناعية، بصعود أسهم الرابطة وسفن وتنظيف وقطاع النفط والغاز بمكاسب بترو غالف وبيت الطاقة وقطاع الخدمات المالية بارتفاع أرزان وإنو فيست. في أبو ظبي ان ارتفاع ب 0.20%، وذلك بصعود في 4 قطاعات. في دبي ارتفاع ب0.3%، وهناك طبعا ارتفاعات وانخفاضات في هذا السوق. في البورصة القطرية انخفاض ب0.13% بواقع 26 نقطة، المؤشر ينخفض إلى 7848 نقطة، وتراجع شبه جماعي لقطاعات السوق بصدارة النقل بهبوط ناقلات ومخازن والصناعة بتراجع التحويلية والكهرباء والماء واستثمار القابضة. أسهم أيضا هناك أيضا هبوط في قطاع العقارات بانخفاض بروة ومزايا. إذن كان هذا سريعا إطلالة على المؤشرات الخليجية والعربية. نتعرف الآن على بقية المؤشرات العالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن في هذا العرض مشاهدينا.
رؤية واسعة لإعمار الوطن، كانت أعيننا تراقب كل فرصة، نثمن ونسوق في جميع خيارات العقارات لنحقق لك سوقاً واسعاً من الفرص المختلفة، ابتداءً من التثمين بكل دقة، مروراً بالوساطة بكل شفافية، وانتهاءً بالإنجاز بكل التزام. نختصر لك كل ما تريد بين يديك. دلالة العقارية، إحدى شركات دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، نتعرف الآن على باقة من الأخبار الاقتصادية نتابعها على شاشتنا، ونبدأ بهذا الخبر من قطر، حيث فتحت تحقيقا لكشف حقيقة معلومات عن محاولة للتلاعب بعملتها في الأسابيع الأولى من الأزمة الخليجية التي دخلت شهرها السادس. وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر إن منظمة مالية دولية مملوكة جزئيا من مستثمرين إماراتيين أعطت توجيهات بوقف التداول بالريال القطري في أوروبا وآسيا. قال وزير الطاقة والصناعة القطري إن الحكومة تسخر كل الإمكانات الممكنة لتشجيع الصناعيين القطريين ودعم المنتج القطري خاصة هذه الأيام، وأنها تسعى بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء لحل جميع الصعوبات وتذليل العقبات التي قد تعترض الصناعة والاستثمار في دولة قطر. أشاد رئيس غرفة قطر للتجارة والصناعة بقرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإلغاء الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا ضد قطر بتهمة انتهاك حقوقهم الأساسية، مشيرا أن القرار أنصف الدوحة التي تعمل جاهدة على توفير عمل كريم للعمال الوافدين والمحليين من خلال التشريعات التي أصدرتها مؤخرا. أكد وزير المالية القطري أن الاستقرار والنمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط يرتبطان بتحقيق الاستقرار السياسي، مشيرا أمام مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالدوحة أن التحديات الأمنية بالمنطقة ما زالت تمثل عائقا كبيرا أمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إن تجميد حسابات المتهمين في قضايا الفساد لن يؤثر على القطاع المصرفي كونها جميعا حسابات شخصية دون شركاتهم، وكانت السلطات السعودية قد جمدت أكثر من 1700 حساب بنكي عقب أزمة اعتقال أمراء ووزراء سابقين وحاليين بتهم فساد. قالت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة نقلا عن قناة الإخبارية السعودية أن التحالف العربي سيعيد فتح جميع الموانئ بمناطق لسيطرة حكومة اليمن الشرعية بغضون 24 ساعة القادمة. وكانت الخطوط الجوية اليمنية أكدت استمرار توقف الرحلات الجوية في مطاري عدن وسيئون لعدم حصولها على إذن من التحالف. توقع وزير المالية الجزائري تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 76 مليار دولار بحلول عام 2020. وقال الوزير الجزائري إن الحكومة توقعت استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 100 مليارين و400 مليون دولار في سبتمبر الماضي إلى 85 مليارا و200 مليون دولار العام المقبل. قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة مع انخفاض ملحوظ لمستويات في مخزونات النفط العالمية وقوة الطلب على الخام، مشيرا أنه واثق بأن قطاع النفط والاقتصاد العالمي يستفيدان من اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وكبار المنتجين المستقلين. قالت وكالة رويترز إن سندات لبنان الدولارية استحقاق 2024 ارتفعت اليوم بنحو بسنتين ونصف تقريبا مع إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عودته للبلاد قريبا. وكانت السندات الدولارية استحقاق يونيو 2020 قد هبطت بواقع 2.6 سنت، وهو أدنى مستوى منذ إصدار تلك السندات في يونيو 2013.
أعلنت بورصة الكويت عن إتمام صفقة بيع 12% من رأس مال شركة زين من خلال مزاد عقدته البورصة، وذلك بإجمالي أسهم بلغت كميتها 522 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 407 ملايين دينار لمصلحة المشتري الابتدائي شركة عمانتل للاتصالات، التي رفعت بهذا الاستحواذ الثاني نسبة ملكيتها في زين لنحو 22%. انتهت الأخبار مشاهدينا الكرام، وكذلك التغطية. ساعة من الآن تلتقون مجددا مع مؤشرات البورصات العربية والخليجية والعالمية عبر شاشة الجزيرة مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية دلالة القابضة، الثقة والابتكار.